الرحمن الرحيم. دكتور خالد بن ثاني، مملكة البحرين، جمعية الجمعية الخليجية للقسطرة تم إنشائها حديثا. الجمعية تعنى بالتثقيف الصحي لمرضى القلب ومرضى الشرايين التاجية. الجمعية تضم جميع دول الأعضاء في دول مجلس التعاون. نحاول من خلال الجمعية إرسال رسالة إلى جميع المرضى في دول الخليج لتثقيفهم بأمراض القلب ومخاطر أمراض القلب. هناك لدينا المؤتمر السنوي، وإن شاء الله نشوفكم فيه قريب، وأتمنى للجميع الصحة والعافية.